فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جاء في كتاب زاد المستقنع في مقدمة كتاب النكاح ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، يقول قول بلا أم، يقولوا لي أن أمها تخربها عليه. نعم، يسأل عن هذا. لكن هذا ما هو صحيح، يعني ما هو كل الأمهات هذه الصفة، لكن إذا كانت الأم معروفة بأنها مشاغبة وأنها إنه يترك الزواج من هذه البنت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.